هاي هيفاء حسوني، إعلامية ومدير ومقدمة برامج وفاشينيستا ومربية قطط ومتعددة مواهب عراقية. بس بالحقيقة نعوف هذا اللبخ كله ونقدر نقول هيفاء بنية حلوة وتنشر صور حلوة، ولأن هي حلوة صار عندها على الانستغرام حوالي 11 مليون متابع. ولكم يا الله، هو صح الرقم شوية كبير وأكبر من نص سكان دول الخليج مجتمعة، بس احنا شعب جميل ويقدر الجمال، خاصة إذا كانت بنية موهوبة مثل هيفاء. علي كمان عباس حزنو عمي فتحون شوارين. هاي هيفاء وهبي كخة، عندها بس 6 مليون متابع على الانستغرام. نرجع للعراق العظيم، هذا بكر خالد، بكر موهوب. يعني بصراحة مو كلش موهوب بالغناء، بس عنده هواية مواهب ما أتذكر ولا واحدة منهن، بس الموهبة الأساسية البكر عيونه زرق، ولأن عيونه زرق وإحنا شعب يقدر العيون الزرق فهجمنا على حسابه وصار عنده حوالي 3.5 ملايين متابع على الإنستغرام. شاءت الأقدار أن تجمع الموهوبين، فبكر أبو عيون الزرق تزوج هيفاء أم العدسات الزرق وصار يوم أزرق على العراقيين كلهم، العافوا ضيم العراق كله وحاروا بالأزرق، ولو إحنا شبابنا طول عمرهم ما عافوا الأزرق. دجلة أبو الخير طبعا. وطبعا إحنا بالعراق نعرف أنه الزواج هو تاج الحب، بس يمكن والله أعلم أنه الإعلانات كانت تاج الحب وتاج الزواج بهاي العلاقة. تزوجوا هيفاء وبكر وقاموا يسوون إعلانات مشتركة وصارت الأجور أضعاف وبالعافية على المتابعين وكلنا العراق. هاي منو؟ ها نسيت، هاي كفوشة البزونة مال هيفاء، طبعا عندها حساب على الانستغرام وهذا الحساب بأكثر من 200 ألف متابع. يا ليتني كنت بزونة هيفاء بدال 19 ألف اللي ما جاي يزيدون. الزبدة إذا كنت تريد كم مليون متابع فلازم تتعب وتسهر وتصنع محتوى راقي وهادف حتى يعجب ويفيد الناس حتى يبدون يتابعوك، وإذا كلش السالفة فركت بإيدك فروح جيب عدسات زرق وبرقبتي. أشوفكم بعد 5 ثواني. مرحبا، انا احمد هيثم، هاي تشيك ماتشي. ليوناردو دي كابريو بطل فيلم تايتانيك جاك، هذا عنده حوالي 50 مليون متابع على الانستغرام. اذا دورت بكل قوتك بحساب الشخصي بالانستغرام على مود تلقى صوره شخصيه له، فيمكن ما راح تلقى او يجوز تلقى وحده من مجموع مئات الصور. هذا الممثل استغنى عن ملايين الدولارات اللي ممكن تجي من فلوس الاعلانات على الانستغرام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر انه يسوي حساب الدعم البيئة. فمن تدور بحسابه راح تلقى كل القضايا المختصة بالبيئة ونظافة البحار والحيوانات، وعلى هذا النهج معظم مشاهير العالم سواء كانوا رياضيين أو فنانين أو أي شيء ثاني. الاختلاف عندنا بالعراق وين؟ المشهور العراقي كل ما يزيدون متابعي يحاول أنه يغير نفسه على الطريقة أو على المود أو الشكل اللي يريدون متابعي، والهدف الأساسي من هذا التغيير هو الجذب متابعين أكثر على مود يصعد حسابه، على مود يقدر يسوي إعلانات أكثر، على مود يكسب كسب مادي أكثر. ومعظم مشاهير العراق إذا تدور حساباتهم ما راح تلقى فد شيء مهم أو يفيد الناس بهاي الحسابات. أتمنى إنه هذا المجتمع ينتبه لهاي القضية، عسى ولعل إنه تتغير بالمستقبل. تابعونا على حسابي على الفيسبوك، على الإنستغرام، سووا اشتراك على اليوتيوب، اطلق للفيديو لأن هذا الشيء فعلا يساعد. نتلاقى بفيديو جديد.